والآن مشاهدينا الكرام إلى الأحوال الجوية والطقس نتابعها مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا ريهام، شكرا نهى، وأهلا بكم مشاهدينا. ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تسود البلاد غدا طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 24، صغرى 14، إسكندرية 23، 12، مطروح 20، 11، بورسعيد 22، 14، إسماعيلية 24، 14، وجوها معتدل. بالنسبة للسويس 23، 14، العريش 22، 13، طابة 23، 15، شرم الشيخ 26، 16، الغردقة 25، 15، وجوها أيضا معتدل. بالنسبة للأقصر 29، 15، أسوان 30، 15، الوادي الجديد 29، 12، شلاتين 31، 14، حلايب 28، 15، وجوها أيضا معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.